لكل محبي السفر والعطلات رح تنضم لنا سبال ابو نادر لحتى تخبرنا وتدلنا وين افضل اماكن السفر بشهر تشرين الاول. هاي سبال. هاي كيفك؟ منيحه وانت كيفك؟ سافا. سافرتي هالشهر ولا بعد؟ لا بعد. هلا شهر الجين ولا هلا لوين بدك تسافرينا؟ وين بدك تاخذينا؟ سو كان بدي اخذكم على اوروبا. اول شيء اللي كان بدي اقوله انه عكس ما كثير ناس بيفكروا انه اكتوبر منه الشهر المثالي للسفر والسياحه، بس عن جد في كتير مطارح بتستحق انه نشوفها وخاصه بهالفتره، لانه صح. اول شيء الطقس بيكون معتدل، ثاني شيء في كتير عروضات على اسعار التيكتس والاوتيلات، سو فيكم تنقوا مدينه تروحوا تزوروها وما تتكلفوا كتير، وثالث شيء بيكون في كمان العجقه المقبوله، يعني ما عندكم هيدي العجقه الثقيله لتشوفوا تفوتوا تشوفوا ميزه. ورابع واهم شيء اللي رح نتوسع فيه اليوم هو المعارض اللي بتتنظم خلال هالفترة بكذا مدن أوروبية. هلا بشهر تشرين الأول مثل ما عم بتقولي يعني بيكون في أكيد معارض كتير، بدك تخبرينا عنهم هلا يعني بكل بلد شو بيكون فيه؟ ايه تساعدكم تنقوا ديستنيشن، نقيت ثلاث معارض بتناسب كل الأذواق. سو أول محل بدي أخذكم عليه هو مدينة براغ اللي هي عاصمة تشيك ريبوبليك واللي بتنعد من أجمل المدن الأوروبية والأكثر رومانسية، يعني عن جد خاصة بهالوقت عندكم مناظر بانوراميكية بتاخذ العقل وألوان خريفية مثل أحمر بس الصورة اللي عم نشوفها. ايه اكزاكتلي. سو عن جد هي مدينة لحالها بتاخذ العقل بلا ما تخبرينا عن شيء معين بميزة. هي الرومانسية الموجودة فيها كمان بميزة طقسة يعني بالشتي بتكون كتير حلوة بتعطي جو إذا بتحب السقعة. هيك في هيدي القرصة السقعة بعد ما بتكون سقعت كتير بتحس بالخريف على المزبوط. سو أول مهرجان بدي أحكيكم عنه هو حصل من جمعة، بس أنا إنه ما قدرت ما أخبركم عنه لأنه رحت عليه هيدا وكتير حلو عن جد، إنه أختي هلأ راحت ودايماً أصحابي عم بيروحوا، وهو مهرجان الإضاءة اللي اسمه The Signal Festival اللي كل سنة بيتنظم بمدينة براغ بتاني أسبوع من تشرين الأول. عم نشوف الفيديو. إيه سو بيجمعوا فنانين من كل أنحاء العالم وبيجوا بيعرضوا اللايت انستليشنز تبعهم بأهم المعالم السياحية تبع مدينة براغ. هون هيدا الفيديو 3D فيديو مابينج بكينسكي بالاس. مش معقول شو هالابتكار، شو هالفن يعني اللي عم نشوفه. في ذكاء بالإخراج كتير يعني. والحلو اللي منظمينه هذا الفستيفال عاملين ابلكيشن فيكم تعملوا له داونلود على التليفون بتبين لكم مدينه براغ وبصيروا يحطوا لكم بيأشروا لكم على المطارح اللي فينا نروح عليها لحتى نشوف. وهن بيعملوا جوله يعني عرفتي حد بعد بيكونوا كل ربع ساعه سو بتكتشفي مدينه براغ من عشيه أصلاً هي جميلة أنت وعم تمشي إنك تستكشفيها بقى كيف إذا بتستكشفيها وكلها مدوية مع سبيشال إفكتس. بلد رومانسي كمان هلأ رح تاخدينا عليه سبال على إيطاليا، بس وين تحديداً بإيطاليا وشو رح نشوف؟ سو أنا قررت أخدكم على مدينة ألبا اللي هي بمنطقة بيمونتي، وبهيدي المدينة بأول تشرين الأول ببلش حصاد الوايت ترافل أو الكمل الأبيض اللي بنعرفه إنه كتير غالي. إكزاكتلي. كتير غالي. كتير طيب بس كتير غالي. هو اللي نحن اللي بناكله عادة البيتزا أوتريف أو الباستا أوتريف هو البلاك ترافل اللي أكثر كوميرشال، بس هيدا الوايت ترافل هو يعني بسموه بإيطاليا ذا وايت دايموند أوف إيطالي لأنه نادر كتير وسعره 8000 دولار الكيلو ببلش وبيقدر يطلع لفوق 300-400000 دولار. وأنا اللي بعرف كمان إنه لنقدر نحن نلاقي الترافلز هن عادة في الخنازير يعني بفلتون لأن هو أكلته المفضلة بقى بيلحقوه وهو طبعا على الريحة صح exactly. الريحة هو بالعيون وهن بقطفون وغالي لأن ما بنقدر نحن نزرعه يعني فبتلاقيهم إنه التركيز بس على هالأشهر اللي بيطلع فيها خلال السنة عشان هيك كتير نادر هنا على ثلاث أشهر الوايت ترافل الوينتر وايت ترافل أو الكمل الأبيض أو الكمل الأبيض بس تبع الشتوية لأنه في كمان سمر. سو من 7 أكتوبر ل 26 نوفمبر بهيدي المدينة بينظموا أكبر مهرجان أكل بإيطاليا وأكبر معرض للكمل الأبيض اللي هو The Alba White Truffle Fair مثل ما عم نشوف بالفيديو. سو
فهون في بيقدر كل واحد كمان يتعلم كيف بيقدر يطبخ بال ايه. هو بهذا المعرض في كذا ورشة عمل فيكم تشاركوا فيها. اول شيء عندكم الوايت ترافل سنسوري اناليسيس اللي بتعلمكم كيف تقيموا جودة الكمى من خلال ريحته وطعمته. وثاني شيء عندكم الفوديز مومنتس اللي هلا شفناها، بيجيبوا شيف كل يوم خلال هالثمان اجماع وبيطبخ معكم، بيعلمكم، بيعطيكم نظريته هو كيف انه شقط شب وصفات الاكل اللي بتندمج مع الكمى الابيض. واكيد باوروبا بتعرفوا يعني ما في اكل الا ما يكون في واين، رح بيكون في واين تيستينج كمان، وبيعلموكم بيعرفوكم على الانواع النبيد اللي معروفه فيها هيدي المنطقه مثل البارولو البارباريسكو، بيعلموكم مع اي ماكولات بتلبق. مع اي ماكولات بتلبق. يعني ايطاليا هو بلد سياحي بامتياز سيجال، بس هلا اكيد اعطيتينا افكار اضافيه لنقدر نروح ونزور هيدا البلد الحلو. ايه كمان رح ننتقل هلا بالترام، يمكن فينا نروح على فرنسا صح؟ فيكم تزبطوها بنفس الوقت. سو هلا لكل عشاق الموضه قررت اخذكم اكيد يعني على مدينه على عاصمه الموضه العالميه اللي هي باريس. باريس حلوه كل السنه، وخاصه هلا بهالوقت لانه طقسها بيكون رائع، شوبينج رائع، والمعارض اللي بتتنظم بهالفتره كمان يعني كثير حلوه. سو انا حبيت ضوي على معرض كريستيان جار مصمم الاحلام، هلا شايفين ريبورتاج عليه. سو هيدا المعرض رح نشوف نحن بالمعرض رح بتشوفوا هو اول شيء هذا اكبر اكزيبيشن بالعالم بالموضه حاليا، هو بعتقد بسبب كمان عيد السبعين لدار ازياء هو بيحتفل بسبعين سنه على انطلاقه كريستيان جار. ورح تشوفوا بهذا المعرض، هو موجود بالميزي دي زار ديكوراتيف، رح بتشوفوا اكثر من 3000 متر مربع من اغراضه الشخصيه لكريستيان جار ورسومات كمان من تصاميمه، اكثر من 300 فستان اوت كوتور ضمنهم الفساتين اللي لبستها ابرز النجوم العصريه من ليدي ديانا لبرنسس جريت اوف موناكو وتشارلي ستيرون جينيفر لورنس. سو عن جد في يعني بتفوتوا على عالم الاحلام اللي اسسه كريستيان جار خلال هالعشر سنين، وكمان كل المصممين اللي تبعوه لليوم من ايف سان لوران لماريا جرازيا كيوري. سو عجلوا اللي ما شافوا بعد لسفن جانيوري هيدا بعد بيقدروا يعني لجانفي مثل ما ذكرتي. شكرا لك سيبال ابو نادر، انت رح تكوني من وقت للتاني معنا ببرنامج بتحلى الحياه، وبتخيل انه كل مره رح تاخذينا على بلد جديد وحلو. نحن من هالاجواء الحلوه والسفر اللي اخذتينا رح